أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة السائلة: هل تنتهي العدة بوقت وفاة الميت؟ بمعنى بأنه إذا توفي العصر فهل تنتهي في عصر اليوم الأخير؟ إذا تمت المتوفى عنها 130 يوما من وفاته فإنها تخرج من العدة، 130 يوم وهي 4 أشهر و10 أيام، نعم، ابتداء من وفاته، من خروج روحه، نعم.